السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آية، واليوم بدنا نتحدث عن البارتيكل أندر كونستانت فيلوسيتي. نحن بهمنا بالفيزياء نحلل حالة الجسم الحركية. هذا الإشي بيساعدني على وصف سلوك الجسم فيزيائيا وعلى دراسة الانتر اكشن وتفاعل هذا الجسم مع البيئة المحيطة فيه. اليوم بدنا نحلل البارتيكل لما يكون أندر كونستانت فيلوسيتي ولما يكون under constant speed. خلينا نشوف هذا المثال. في عندي طفل عم يلعب على لوحة تزلج، ولو افترضنا انه بدأ هو من نقطة الصفر، تمام؟ واستغرق لقطع المسافة من هذه النقطة للنقطة الثانية 5 متر خلال 10 ثواني، بعدين مشي من هذه النقطة للنقطة اللي بعدها 5 متر خلال 10 ثواني، بعدين قطع كمان 5 متر خلال 10 ثواني ليصل هذه النقطة. فبلاحظ ان الجسم استغرق 10 ثواني لقطع 5 متر في كل مرة. لو نشوف هذه الدراجة، مشي هذا الجسم من اكس نوت لاكس ون دلتا اكس خلال زمن معين، تمام؟ وبعدين مشي من X1 لX2 كمان دلتا X في نفس الزمن اللي استغرقه لقطاع إيش؟ المسافة بين X0 لX1. فبلاحظ بالحالتين الجسم قطع مسافات متساوية خلال أزمنة متساوية، تمام؟ وهذا ما يسمى بالسرعة الثابتة. إذا سرعة الجسم الثابتة هي إذا قطع الجسم مسافة متساوية خلال أزمنة متساوية. طيب شو الفرق بين الكونستانت فيلوسيتي والكونستانت سبيد؟ بكل بساطة أنا بحكي عن الجسم إنه هو under constant velocity في حال كان الجسم عم يتحرك along a straight line، يعني عم يمشي بخط مستقيم سواء يمين شمال للأعلى جنوب شمال الغرب جنوب الشرق، وين ما كان عم يمشي، المهم عم يمشي بخط مستقيم. لما يمشي بخط مستقيم أنا هون بحكي إن البارتيكل under constant velocity، والكونستانت فيلوسيتي او الكونستانت سبيد معناها انه الجسم عم يقطع مسافات متساويه خلال ازمنه متساويه. من خلال مصطلح الكونستانت فيلوسيتي انا بستطيع انه احسب الفاينل بوزيشن للجسم من خلال هذه العلاقه. نحن بنعرف ان الفيلوسيتي تساوي الديسبيسمنت على الزمن، تمام؟ واتفقنا احنا دائما الدلتا اكس بفكها اكس فاينل ناقص اكس انيشيال، وبالنسبة للدلتا تي كمان تي فاينل ناقص تي انيشيال. ولو افترضنا احنا دائما بنبدأ من تي تساوي صفر، من نقطة البداية بتكون هي عن زمن يساوي صفر، تمام؟ فانا بقدر اسمي الدلتا تي اللي هي تي فاينل تي، تمام؟ فباجي بعوض مكان دلتا اكس باكس فاينل ناقص اكس انيشيال، والدلتا تي اللي هي تي. مع ترتيب المعادلة وبوضع اكس فاينل موضع للقانون تطلع عندي هذه المعادلة اللي بستطيع من خلالها احسب الموقع النهائي للجسم لما يكون under constant velocity. ننتبه لهذا الرسم البياني. هذا الرسم بيوضح لي العلاقة بين البوزيشن والتايم. شوفوا الخط، الخط عبارة عن خط مستقيم، معناته لما يكون الجسم under constant velocity السلوب بيكون عبارة عن خط مستقيم. وين ما حسبت أنا الفيلوسيتي عند أي نقطة رح تعطيني نفس السرعة. يعني لو أخذت أنا السرعة عند النقطة 50 وهي تحت 50، 50 تقسيم 50 1. طيب لو أنا أخذت هاي النقطة اللي هي عند 100 اللي هي دلتا إكس 100 ودلتا تي 100 على 101، فبلاحظ انه اي نقطة على هذا الخط المستقيم متساوية. يعني وين ما حسبت انا السلوب اللي هو دلتا اكس على دلتا تي واللي هو نفسه قانون الفيلوسيتي،
فوين ما حسبت أنا الفيلوسيتي على هذا الخط المستقيم رح تكون السرعة متساوية وبالتالي السرعة ثابتة. طيب نيجي للمصطلح الثاني اللي هو under constant speed. احنا اتفقنا انه constant velocity و constant speed انه الجسم عم يقطع مسافات متساوية خلال ازمنة متساوية، لكن في حالة ال constant speed الجسم عم يمشي along a curved path، يعني ال curved زي الدائرة، تمام؟ نقطة البداية هي نقطة النهاية، تمام؟ طيب لو أنا بدي أفترض أني أنا بدي أحسب لهذه الدائرة الـ constant velocity، هلأ الـ constant velocity عبارة عن delta x اللي هي displacement على delta t. طيب هلأ x delta x عبارة عن x final ناقص x initial، بس نقطة البداية نفسها نقطة النهاية، فرح تكون الـ constant velocity تساوي صفر. وبالتالي لما أنا بدي أحسب الجسم لما يكون along curved path بروح لمصطلح السبيد، تمام؟ الـ constant speed هي عبارة عن شو؟ عبارة عن الـ v تساوي distance اللي هو المسار الفعلي على إيش؟ دلتا t، تمام؟ وبما إنه نحن عم نحكي عن circular path فدي عبارة عن إيش؟ عن محيط الدائرة اللي هو 2π مضروبة في r. ملخص للكلام اللي حكيناه إنه الـ constant velocity هو عبارة عن قطع مسافات متساوية خلال أزمنة متساوية عندما يسير الجسم في خط مستقيم. كمان بالنسبة للـ constant speed هو قطع الجسم مسافات متساوية خلال أزمنة متساوية لكن في curved path. ويعطيكم العافية.